اتمنى ان صاحب هذا الفيديو يكون بخير الان. نوريكم فيديو مرعب وغريب بنفس الوقت. الموقف المرعب صار لواحد اماراتي وهو جالس يسوي الفيديو بالتيك توك. الرجال يتكلم على نيته وجالس يعبر عن افضل 3 ممثلين اماراتيين عنده، ولكن ما كان يدري وش راح يصير بعد ثواني قليله. نوريكم الفيديو وابيكم تمسكون قلوبكم وتشوفون المقطع. شوفوا وش صار. عطني افضل ممثلين في الامارات، وقبل ما نبدا لايك وفولو وحركه اكسبلور، ما باقي شيء على 6000 متابع. وفي المرتبه الاولى شنبقبق، وفي المرتبه الثانيه الفنان القديم ما ادري شو اسمه، في المرتبه الثالثه حليان. انا اعرف ان الدمى مو زين انك تحط عندك بالبيت، لان الدمى يقال ان الجن يحبون يسكنون ويتلبسون الدمى. طبعا انا لاحظت ان ما في سلك مربوط بالدميه ابدا، وفيه جدار بجنب الدميه، يعني كيف بتنسحب؟ وغير كذا ما في ظل اي شخص حول الدميه يسحبه، وهذا الشيء خلاني احس ان الفيديو حقيقي، وقلت ممكن هذا الرجال بيته مسكون مثلا. لكن بكل صراحه انا عجزت اصدق هذا الفيديو بسبب كذا حاجه، لانه بالبدايه كان لاف راسه جهه اليمين، وكانت الدميه ظاهره بالفيديو، حاط الدميه بمكان ملحوظ. اول من سحبت الدميه لف راسه يسار وبدا يتكلم عن الممثلين وغطى على الدميه. ليش الدميه من سحبت وهو يتكلم عن الممثلين؟ وفي المرتبه الثانيه الفنان القديم ما ادري شو اسمه، وبعد ما شفته انه ما يعرف اسم الممثل الثاني تاكدت ان الفيديو مصور بس عشان يسحبون الدميه. شغل مخك. الفيديو مرعب. انا ليش حط سيارات؟ السلام عليكم، الله يسعد اوقاتكم بكل خير يا اخواني في الاسلام. يا رب العالمين اهنيكم على قوه قلوبكم. اقرا التعليقات والاحظ ان اغلبكم تبون مقاطع جن. ابشروا بالسعد والشكر لله اللي يعطوني هذه المقاطع المرعبه. شكرا لكل من يسوي لي منشن بالتيك توك على مقاطع مرعبه او غريبه. بهذا الفيديو راح نشوف مقاطع غريبه ومرعبه، ولكن لا تنسى ان اللايك والديسلايك كلهم ما لهم فايده، بس اللايك يسعدني. لا تنسى تشترك عندنا اذا كنت ضيف جديد ومحب لكل شيء جديد. انا بيبسي وخلونا مع الفيديو. ثاني فيديو مرعب، وهذا الفيديو تقريبا مسك ضجة. هذا الفيديو لشخص كأنه خايف أو كأنه جالس يسمع أصوات وهو ببيتهم. طالع على الحوش يشوف وش الوضع، جالس يشغل اللمبات ويذكر أن السيكل هذا ما كان مكانه هنا، كيف تحرك؟ فجأة يا عياله وهو يتكلم صار شيء غريب. هذا شيء للأمانة غريب وما له تفسير. السيكل تحرك بجهة اليمين، فجأة السيكل توجه بقوة وبسرعة عليه. منظر غريب ومرعب، شوفوا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بحياتي ما شفت كذا، يعني أنا متأكد البيت ما في أحد، عشان كذا بسم الله حتى السيكل هذا ما كان هنا، أنا متأكد يوم دخلت ما كان هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا للامانه هنا ما ادري عن حقيقه هذا الفيديو، هل هو حقيقي ولا لا، لكن انا من جالس اشوف اي حبل للامانه مربوط، واصلا اتوقع لو في حبل مربوط يمكن ينقلب السيكل، لان السيكل لو تبي تسحبه بهذه القوه راح ينقلب على طول. ولكن اللي خلاني اشك ان هذا الفيديو تمثيل، لان للامانه الدركسون حق السيكل، الطاره حقت السيكل ما لفت ابدا، يعني كان السيكل جالس ينسحب، الطاره لفت بشكل خفيف، لكن انا اللي لاحظته ان ارتفع السيكل، ولكن الله اعلم. بس اندفاعه السيكل مرعبه، قوه كذا اندفاعه السيكل للامانه جدا خوفه. بسم الله الله الرحمن الرحيم. يا عيال ثواني ثواني، جالس اشوف المنشنات حقاتكم. ثالث فيديو، وللامانه هذا الفيديو مرعب جدا. طبعا هذا شخص جالس يبث، تخيلوا وهو يبث فيه اصوات بيتهم. تعابيره انا اكثر ما خوفا تعابير هذا الشخص، واضح عليه الخوف، وانا اتوقع انه مسوي بث علشان متابعينه يشجعونه، يعني عشان يجسرونه عشان ما يخاف، لانه واضح انه لحاله بالبيت. ابيكم تمسكون قلوبكم وعقولكم وتشوفون الفيديو، لكن سموا بالرحمن قبل اي شيء. بسم الله بسم الله. يبغون مني سمعتوا سمعتوا سمعتوا
طبعا للأمانة واضحة الأصوات اللي عنده وضوح الشمس، لكن أنا ما أدري لكن ليه ما يطلع مثلا برا البيت إذا معه السيارة يطلع يتمشى يغير جوه، لكن واضح إن ما معه السيارة، وأنا أتوقع إنه كان خايف بالبيت وقام سوى بث عشان يروح الخوف. لكن للأمانة تعابير وجهه شيء ثاني، تعابير وتعبيره مرعبة جدا تعابير هذا الشخص. طبعا البث أو الفيديو اللي مصور طويل جدا، ولكن أنا ما أدري هل هو وحيد لحاله بالبيت ولا لا، لكن كل اللي عارفه إنه بنهاية البث أو بالنهاية طفى البث بدون أي سابق إنذار. الله يستر عليه ويحميه. رابع فيديو مرعب، واتمنى للقلب ضعيف انه ما يشوف هذا الفيديو خاصة. تخيلوا هذا الفيديو مصور بوسط المسجد وهم جالسين يصلون، فيه جني يتكلم حرفيا، صوته سبحان الله غريب جدا، كأنه يصرخ كأنه يطلق كلام بس ما ادري وش يقول، لكن ما شاء الله على ثبات المصلين. شوفوا الفيديو. ما شاء الله تبارك الرحمن على ثبات المصلين. أيضا ترى بعد ممكن يكون أنه شخص من المصلين ومسكون، الله يشفيه ويعافيه، والله يجزى خير الإمام على ثباته أيضا ما شاء الله. خامس فيديو، سبحان الله قبل لا اتكلم عن الفيديو أتكلم لكم عن الدين. الدين سبحان الله والاسلام عباره عن طهاره ونظافه، والنظافه سبحان الله حتى تبعد ممكن عنك الشياطين، ولكن الاجانب خاصه المراهقين غالبا عند الاجانب تكون حياتهم عباره عن نجاسه، نوادي ليليه، حفلات مراهقين، غرفهم مليئه بالدمى ومليئه بالصور، فتلقى سبحان الله دائما الجن يسكنون الاجانب المراهقين، تلقاهم يعثون بهم عثي. الله يكفينا كل شر ويحمينا. وريكم هذا الاجنبي، للامانه مقطع هذا الاجنبي مرعب. تخيل يا عياله وهو يصور تحركت عنده الدميه، اول ما تحركت عنده الدميه وهو يصور تغيرت عيونه. ركزوا على عيونه وامسكوا عقولكم وشوفوا الفيديو. أهنيك إذا وصلتي لهذه الدقيقة، وبس إلى هنا وانتهى مقطعنا، شكرا لك على المشاهدة، بس أبيك إذا وصلتي لهذه الدقيقة ومتأكد إن قلبك قوي حط لي بالتعليقات هذا الإيموجي، لا تنسوا إن الحياة جميلة لطالما إنك متوكل على الله سبحانه وتعالى، وبس اكتبوا لي بالتعليقات وش تبون المقطع القادم، وبس مع السلامة.